بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معادنا النهارده مع الجزء الثاني من الاصحاح 16 من سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي. كنا توقفنا عند جامات غضب الله اللي بيصبوها الملائكه، وتكلمنا على الاربع جامات الاولانيين اللي هي كانت جامه على الارض وجامه على البحر وجامة على ينابيع المياه، والجامة الرابعة كانت على الشمس. نكمل ابتداء من العدد العاشر مع الجامة الخامسة. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجذفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. هنا الجام الخامس بقى هنا سكب جاما على عرش الوحش، فهنا الجام منصب على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة من كل نواحي بقى، من روحيا وسياسيا وأدبيا وماديا، بسبب العنف الضربة اللي وجهت إليه. وأصاب العرش، أصابت مملكة الوحش، أصابها الذبول والفساد والتخبط، فالضربة حيرت الناس، يعني بقت مش عارفة مين هو، واخدين بالكم؟ وكانوا بيعضوا ألسنتهم، يعني عض اللسان ده نوع من الخيبة، يعني المملكة زبلت وراحت خالص. يفكروني بعبيد فرعون لما يقولوا له لفرعون بعد ضربات موسى، يعني بيقولوا له: ألم تعلم أن أرض مصر خربت؟ يعني أنت فين؟ الدنيا خربت. وهكذا، فكانت هذه الضربة موجهة لمملكة الوحش زي ما حدث مع فرعون، وساد الظلام المملكة دون أرض شعب الله اللي كانت باقية كما هي. بعد كده في العدد 12 بنلتقي مع الجامة السادسة. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرماجيدون. الجام السادس هنا انصب على النهر الكبير، نهر الفرات. وناخد بالنا أن نهر الفرات هو اللي بيغذي مملكة بابل، وهي ترمز إلى مملكة الشر في العالم، وبسبب وثنيتها ونجاستها وتحديها لله واستعبادها وسبيها لشعب الله، وكانت رمز للشر في الكتاب المقدس. ونشف ماءه، ده فعلا حصل أيام كورش لما حول مجرى النهر عشان يدخل بابل، وأغلق ملك بابل أسوارها وأسقط كورش مملكة بابل. فإذا كانت مملكة بابل بتشير لمملكة الشر في العالم، فإن النهر هيجف، يفهم أن كل خيرات مملكة الشر هتجف ينابيعها لكي تنهار مملكة الشر، لأن النهر دايما هي مصدر الخير والحياة للشعوب. وتوقف الخيرات المادية عن مملكة الوحش، وتوقف الامتيازات اللي بيقدمها الوحش لمن يتبعه. قد يتكرر ما حدث أيام كورش مرة تانية، ويجف النهر لسبب أو لآخر، ودي تبقى بداية لتدخل بعض الملوك الأتين من الشرق للحرب، ودول هيجوا يحاربوا الوحش أو يجوا ينضموا إليه ثم ينقلبوا عليه بعد كده، وهيجوا عبر نهر الفرات، ولكن النهر هتكون جفت ماءه. وهنا لاحظنا أن في البوق السادس سمعنا عن الملائكة الأربعة اللي فكوا قيودهم عند النهر العظيم الفرات عشان يقتلوا ثلث الناس، ونسمع عن حرب رهيبة
ونسمع أن نهر الفرات هيبدو فيه سلسلة لحروب دموية كثيرة جدا من فم التنين اللي هو الشيطان والوحش، قائد مدني كبير يعني، أو النبي الكذاب، سلطة دينية اليهودية الكبيرة. وتكرار كلمة فم تشير لأقوال وتعاليم، لأنها دعوة للحرب والإثارة والتهييج، تهييج الشعوب والحكام لقيام بحرب دموية رهيبة، ويجتمعوا للقتال بأقوالهم وأفكارهم النجسة، يجمعوا الجيوش للحروب والقتال في معركة رهيبة اسمها معركة هرمجدون. والضفادع اللي جه ذكرها هنا عبارة عن، انتوا عارفين الضفادع عند اليهود حاجة نجسة يعني، تشير للأرواح الشريرة، وواضح أنها تعمل في بعض الأشخاص اللي هم يمثلوا الوحش أو النبي الكذاب أو الشيطان، وهيتكلموا بأفواه بحيث أن هم يجمعوا الدول للحروب، لدخول في حرب رهيبة جدا تسيل فيها كثير من الدماء. وشبهوا بالضفادع لأنهم بيحبوا يعيشوا في الظلمة مش في النور، وبيحركهم أرواح شريرة تخضع لشيطان الظلمة، وهم زي شبهوا بالضفادع اللي بيملأوا الدنيا ضجيج وصخيب، وفي تنقل الضفادع من مكان لمكان تدعو للقتال ويأتي الدمار على الكل في هذه الموقع. الموقع اللي ذكر دوت عبارة عن موضع بتدور فيه معارك، وهنا ذكر اسمه بالعبرانية بيشير المعركة تكون على أرض فلسطين، ومعنى الاسم هر يعني جبل، مجدو ده مكان في فلسطين فعلا كان في أيام دولة داود من أيام سليمان، وما زال معروف هذا المكان، ودارت فيه كثير من المعارك، يقال إن أكثر من 200 معركة حربية دارت في هذا المكان. ويذكر التاريخ أن قتل فيه يوشيا الملك التقي اللي هو على يد فرعون مصر، وسالت فيه دماء كثيرين من الناحية التاريخية، وامتلأت هذه البقعة بجثث كثيرة جدا نتيجة الحروب. مجدون ده الجمع بتاع مجدو، ودي إشارة تجمع جيوش عديدة جدا عشان تدير هذه المعركة. طب وبعدين إيه أولاد الله يعملوا إيه في الواقف هنا؟ يقول ها أنا آتيك للسن. ربنا بيقول لك ما تقعدش تحسب وتقول المعركة جت ونهاية العالم قربت وإلى آخره، لأ، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه. إيه الفايدة نقعد نحدد تواريخ ومواعيد وإحنا حياتنا مفيهاش الاستعداد للقاء المسيح؟ المسيح أعطانا ثياب البر والخلاص يوم المعمودية، ثياب فاضلة نحافظ عليها لألا نوجد عراة ونتفضح في اليوم الأخير لا يستطيع أحد أن يستر علينا. نستكمل بقية الإصحاح. الملاك السابع: ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم، فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الإنسان على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة جدا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه، وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنة نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا. الجامة السبعة بقى الضربة الأخيرة كانت على الهواء، وزي ما انتم عارفين الشيطان هو رئيس سلطان الهواء، زي ما ذكر لنا معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس. والملاك هنا بيسكب جام غضبه على الهواء، فهي ضربة موجهة لإبليس للتنين، وده بقى نذير بانتهاء كل شيء وانحلال الأرض وما عليها، عشان كده قال إيه؟ قد تم، قد انتهى كل شيء. سمع أصوات، أصوات تسبيح أولاد الله، الكنيسة المنتصرة تسبح الله سواء على الأرض أو في السماء. رعود، أصوات مرعبة ترعب الأشرار للدينونة. بروق، وعود بأمجاد قد اقتربت هتتم.
وزلزلة للأشرار بتعلن لهم اهتزاز كل اللي اتمسكوا بيه في العالم وحطوا فيه ثقتهم. والتفسير إن ممكن يكون زلزال رهيب هيدمر كل شيء سوف يحدث في المدينة العظيمة. وذكر إن هتكون في ثلاثة أقسام في المدينة العظيمة، ربما في داخل المدينة في ثلاثة قوى تتصارع على تقسيم هذه المدينة أورشليم بين أتباع الوحش، بين المؤمنين بالمسيح وغيرهم، وهكذا يعني. مدن الأمم، إن في مدن عالمية عظيمة جدا هتدمر بالحروب، وفي أمم عايشة في تيار الشر، كل ديت هتبقى منطوية في هذه الأزمة. بابل العظيمة بيقصد بها مملكة الشر في العالم، ما فيش مدينة اسمها بابل العظيمة دلوقتي، ولكن كل ما هو يسير في تيار الشر في العالم. الجزيرة تكلم على الجزر، البحر بيشير للعالم. الجزر هنا ده جزء متميز وظاهر في وسط البحر، فالجزر دي تشير لناس عظماء متميزين، لكن كله سينتهي ويزول. ربما دي تشير لبعض الناس اللي عاشوا وسط العالم وابتلعهم العالم. الجبال دي تشير للدول العظيمة القوية، ولكن برضه هتنتهي وتزول. البرد ده نوع من القسوة والتأديب الشديد، والوزنة اللي أشار إليها هنا في النص دي عبارة عن حاجة وزنها 45 كيلو، فبرد شديد جدا هيسحق كل من يتعرض ليه. بكده انتهينا من الإصحاح 16، نشكركم على المتابعة، وأرجو ليكم وقت سعيد وتتعزوا بكلام ربنا. لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد أمين. نلتقي في حلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا.